قانون الجاذبية ده ممكن تكون سمعتوا عنه أكيد، وفي ناس كتير أوي اتكلمت عنه. قانون الجاذبية ده بيقول إن أنت لما في حاجة بتعوزها أوي تقعد تفكر فيها كتير أوي، تصحى تفكر فيها، تنام تفكر فيها، تروح تشتغل تفكر فيها، يعني خلاص الحاجة دي مستحوذة على تفكيرك كله. عربية بقى، شنطة، جزمة، ساعة، واحدة، أيا كان، كل ما تفكر في الحاجة دي قوي مخك بيبعت زي ترددات للكون، لأن الكون كله عبارة عن ترددات، فأنت بتجذب ليك الحاجة اللي أنت عايزها. من أهم الحاجات اللي أنت لازم تعملها عشان تعرف توصل للحاجة دي إن أنت بتقعد تتخيلها. فالحاجة اللي أنا عايزها مش عارف أتخيلها قوي، لأن أنا بشوفها بس قدامي في التلفزيون أو كده، مشوفهاش قدامي. فأنا قلت أزود الموضوع شوية عشان إحساسي بالحاجة دي يزيد وتفكيري فيها وتخيلها يزيد. هروح أقابل شخص، الشخص ده عنده الحاجة دي وعرف يوصل لها قبلي، فأنا هروح له أفهم منه هو وصل لها إزاي، وأمسك الحاجة دي في إيدي عشان أعرف أتخيلها كويس، ويمكن مين عارف في يوم من الأيام هاخدها. Think I'm crazy, but I'm gonna take a word. So hold, kiss me, baby. Give me kisses and shake the world. الفرصة ان المكان اصلا بتاعنا اللي هو معمول اصلا للفلوجز. اقول لك انا اصلا فكرة الفيديو كانت ايه من الاول. انا بقتنع جدا باللو اوف اتراكشن، اوكي تمام. قلت لهم ان انا في حاجة واحد سبقني بيها بكتير وعملها، والحاجة دي انا عايز اوصل لها من اليوم في يوم من الايام. الحاجة دي خليها كمان شوية عشان ما احرقش. يا جماعة لو اندي، انا طبعا مش محتاجة يعني اشرح هو مين ويعني وعمل ايه. انت هتخش على صفحته وهتشوفها طبعا في الديسكريبشن، وتعرفوا ان هو يعني ما شاء الله. انا واحد كده بقلب صحابي بعمل فلوجات شبهه كده. انا لسه اول مرة نتقابل دلوقتي حالا. انا كاني بص، احنا فعلا اول مرة نتقابل، ولكن مش عارف زي ما اكون مثلا اللي هو ايه عارفك من زمان يعني. ما اعرفش احنا، انا حاسس كده برضه. كل الكوميونتي في يوتيوب كده اللي هو تتعرف الشخص ما قبل ما تشوفه وقبل ما تكلمه. بالظبط، دي حلاوة الانترنت فعلا. طب قول لي انت، يعني انت اصلا يعني عندك كام سنة الاول؟ انا 21. 21؟ ما شاء الله ما شاء الله على اللي انت بتعمله وانت لسه 21، يعني هياكل مننا الجو بدري قوي يعني. معلش اصل هو ده وقتك اصلا. وش طيب، وعايز اعرف حاجه، انت بتدرس؟ بص انا اول ما اتخرجت من المدرسه. انت في الجامعه دلوقتي صح؟ في رابعه جامعه. انا خلصت المدرسه كنت جريد 12 في اي جي. بعد كده بعد ما خلصت المدرسه كان قدامي هندسه، كنت جايب مجموع هندسه 95%. اوكي. وقررت ان ادخل كمبيوتر ساينس عشان كان موضوع اليوتيوب ده كان بدا كده على خفيف على اخر سنه في الدراسه. فساعتها يعني كنت كل الناس، كانت كل اصحابي بقى داخلين بقى يلا يا ابني ندخل الجامعه الالمانيه والجامعه الامريكيه والجامعه ايه. انا داخل عين شمس عادي جدا عشان لما اشيل مواد. ايوه بالظبط، انا براحتي عايز اخد راحتي وش. فموضوع اليوتيوب من فتره، من اول ما خلصت مدرسه كان بدا يظهر يعني. بس قول لي انت، يعني اول فيديو عملته كان بالظبط عندك كام سنه، وكان الفيديو عن ايه؟ اوكي انا مش فاكر بالظبط عندي كام سنه، بس كان من 3 سنين تقريبا او 3 سنين ونص. الفيديو اول كنت متابع ناس على اليوتيوب من زمان، واحد اسمه مركز براوندي ام كي بي اتش دي. الراجل ده كان بيعمل فيديوهات من 2009، من 1/1/2009. ايه ده اللي هو الاسمراني؟ بالظبط، ابن اللذين عالمي. انا متابعه كويس جدا وكنت بنبهر قوي لو كل فيديو نزله ازاي الواد ده برنس كده. فقررت يعمل ايه بالظبط عشان برضه انا عشان بس برضه لحد ما بيعرفوش ماشي. مركز ده بيعمل فيديوهات عن التكنولوجيا، مثلا الكاميرا الحلوه. انت بتسجل بتاع دي الجو برو؟ الجو برو دي مثلا بيقول لك ان الجو برو دي مثلا بتسجل ب 30 فريم في الثانيه. الكاميرا دي لو وقعت منك عادي ممكن تتحط في الميه، ممكن تتحط في حاجات كتير. فالفكره ان هو بيستعرض الفيتشرز بتاعت الكاميرات. الكاميرات والتكنولوجيا عامه، الكاميرات والموبايلات واللابتوب وغيرها من الحاجات. بعد ما خلصت المدرسه تقريبا على سنه 18 سنه،
كان الشخص اللي قلت لكم عليه هو مركز براوني ده كان بيعمل فيديوهات وانا كنت اللي هو مبهور بيه، يا اما هكمل في مشوار اليوتيوب واعمل حاجات شبه مركز بعد كده اعمل بقى الحاجات اللي انا بحبها وكده، ولا اللي انا ادخل في المشوار الطبيعي بتاع كل الناس بتاع الجامعه وبتاع. صح، ساعتها دخلت جامعه عين شمس، دخلت كمبيوتر ساينس. ساعتها كل الناس بتقول انت يا ابني جايب مجموعه هندسه ايه اللي دخلك كمبيوتر ساينس؟ فانا صراحه يعني لا يا جماعه انا عايز كمبيوتر ساينس عشان حاسس ان الكمبيوتر ساينس ده هيكون مديني الوقت الكافي مع الدراسه ان انا اقدر اعمل فيديوهات. شايفين التفكير، بس هو عارف هو عايز يعمل ايه، عايز يعمل الفيديوهات واختار الجامعه اللي هتساعده ان هو يعرف يعمل الفيديوهات او يديها التركيز بتاعها والوقت بتاعها. يعني ما تتخضش اللي هو ان انت جبت موضوع مجموعه هندسه يقول لك ده انت عارف انا مهندس اصلا بس بشتغل في ادفرتايزنج ملهاش يعني انا قصدي بطمنك انه قدام هيبقى الموضوع اصلا صح يعني اللي انت عامله اصلا مظبوط 100%. انت اللي انت تحدد انت نفسك في ايه وتعمل حياتك كده بحيث اللي تخليك تمشي في اللي انت نفسك فيه. المهم خلينا نرجع تاني. تمام. اول فيديو عملته على اليوتيوب كان ريفيو لماوس اسمه ريزر ماوس. ريزر ماوس كده كان جالي هديه مع اللابتوب ومش عارف ايه، فقلت اعمل انبوكسنج بقى نفتح الماوس ده. الفيديو كان بشع كان كاميرا الموبايل نوت 2 وكان مايكروفون الموبايل نوت 2 كمان، يعني اللي هو ماما ساعتها. الفيديو كان بشع انا اصلا بعد ما خلصت الفيديو اكتشفت انا بالظبط اللي عامل كده. بص فعلا كان ماشي عامل كده، كانت عينيا كده لو في حاجات معينه كنت بتكلم كده. ده فعلا كان الفيديو. طب وعمل ايه الفيديو؟ كان الناس بتدخل تشتمني اللي هو الفيديو ماشي انت اصلا انت ايه اللي جابك هنا ومش عارف ايه، وكان احباط فظيع يعني. ودي حاجه بصراحه كانت رخمه شويه في البدايه اللي هو الكومنتس السلبيه، عشان انا كنت زمان الكومنتس دي كنت انا بؤمن بيها قوي، اللي هو الواحد قال لي انت بشع، فانا ده يعني اكيد انا في حاجه بشع فعلا. فاهم. لكن بجد لو انت ناوي تبدا حاجه زي كده الكومنتس بتجيلك في البدايه دي الحلوه خدها على نفسك، الوحشه روح اسال فيها حد تاني، ما تاخدهاش على نفسك على طول. روح اسال مثلا اهلك، روح اسال اصحابك ايه رايكم في الفيديو، هل الكومنت ده فعلا عليا ولا لا، عشان الموضوع ده فعلا ممكن يدمرك نفسيا في البدايه. وحلو موضوع الاصحاب وفي الاهل، هم الاهالي والاصحاب عامه ممكن يكونوا في اوقات في الاول بيجاملوا وبتاع، بس انت بتبقى محتاج تسمع راي والفيوز عندك لسه ما عرفتش ازاي هتخلي الفيوز تكتر وكده، فمفيش حد يقول لك راي، فابتدي بالحواليك والقريبين منك وهيقولوا كلام زفت. حتى الاهالي نفسهم هيقول لك لا اهدى شويه بلاش الهبل اللي انت بتعمله ده. بس حصلت فعلا. طبيعي. انا اصلا لما شفت الفيديو بتاعك اللي هو لما باباك طلع حسيت اللي هو ارتاح ان الحمد لله ان انا المجازفه اللي انا كنت بعملها وان انا بحاول اساعده على الهاكس اللي بيعمله طلع مش هاكس، طلع بجد وعمل حقق حاجه فعلا. خليني اقول لكم سر كده بيني وبينكم، الاهل فعلا بيقتنعوا بيك مع اول دولار بيدخل منك. خلينا واقعيين اللي هو ده هيجيب لنا فلوس واضح قوي، اول جنيه يدخل البيت من اللي انت بتعمله الاهل يبدا ايه ده، والواد ده فعلا كان بيعمل حاجه عدله شكله. الفلوس حلوه، الفلوس حلوه بصراحه، الفلوس حلوه بصراحه. ايوه طبعا يعني. مش هنتكلم يعني. المهم بعد ما خلصت الفيديو بتاع الريزر ماوس ده الفيديو كان احباط فظيع، وقررت بعديها ان انا مش هعمل فيديوهات تانية على اليوتيوب. وبعد كده قعدت شهر وش كده اللي هو كان لو كان فيديو انا كنت عامل فيه جدا وكنت عامله على الموفي ميكر على الايديت ومش عارف ايه اللي هو كان البي سي اللي كان عندنا ساعتها، كان بي سي بشع وكان الفيديو عادي رندر في 11 ساعه تقريبا. ولكن بعد الفيديو قررت ان انا مش هعمل فيديوهات تاني. اللي خلاني ارجع اعمل فيديوهات هم اصحابي في الجامعه. فبصراحه لو انا فعلا هقول على حد ان هو ده اللي طلعني، هو ده اللي خلاني اكمل، هو اصحابي في الجامعه. أوف. فعلا شكرا يا جماعه، شكرا. انتوا بتتفرجوا وبحبكم جدا على فكره. انت قلت لهم قبل كده شكرا ولا هدية تبقى اول مره تشكرهم في فيديو؟ انا شكرتهم ما بيني وما بينهم لكن في فيديوهات لا. يا جماعه ده شكركم خلاص كده جلوبالي. ايوه طبعا انا ما عنديش ناس كتير قوي يعني بس ان شاء الله 20000. الحمد لله. انت متخيل في 20000 واحد واقف تحت كده بيتفرج عليك؟ انت عارف ان انا ببص امبارح، والله امبارح ببص لقيت 22000 وحاجه. هو احنا فعلا عندنا 22000 شخص؟ 22000 يعني لو اتحطوا في استاد مثلا. ايوه 22000 قرر ان هو يديني من وقته. انا كمان يا جماعه شكرا ان انت اديتني يعني من وقتكم، يعني شكرا ل 22000. وفي ناس ما بتعملش سبسكرايب بس بتتفرج على فكره برضه، شكرا برضه. يعني انتوا بصراحه انتوا نقيتوا الشخص الصح. لو انت سبسكرايبر عندي انت مش عارف انت بتعمل ايه وانت مش سبسكرايبر عندي. لا يعني احنا هنقعد نعلف بعض كده وبتاع، هيقول لك يا عم خلاص روح اتفرجوا انتوا بقى على فيديوهات بعض. طب دلوقتي عامة اللحظة الحاسمة اللي الراجل ده هيوريكوا الحاجة اللي انا هشوفها عشان اقعد اتخيلها الفترة الجاية عشان اوصل لها. الحاجة دي يا جماعة هي البتاع ده وصلني من تقريبا اسبوعين.
من احلى حاجات اللي فعلا بترفلكت الجمهور الزرار ده يا جماعه، هو بيسموه درع بس انا بسميه زرار مبدئيا، مش هو زرار فعلا، ايوه زرار بلاي بوتن انا بسميه زرار. المهم البتاع ده لو بيرفلكت اي حاجه بيعبر عن اي حاجه، فهو بيعبر عن ولا حاجه غير فعلا عن الناس اللي بتدعم وعن الناس اللي بتشجعني مثلا ان انا اعمل فيديوهات. هو ما وصله الشخص الراجل ده لازم يكون عنده واحد زي ده بصراحه. لا يا عم بص، عامه انا بقتنع، انا لما شفته او لما شفتك كسبته فقلت اللي هو ان انت هتديني برضو اللي هو الانسبيريشن او الالهام اللي هو ايه ده، ده الموضوع اتشيفبل او اللي هو انه ممكن فعلا يتحقق. بس اهم حاجه فعلا انك تركز اكتر، مش عشان الفلوس، الفلوس كده كده هتيجي وكده كده هيجي لك سبونسرز، هيجي لك فلوس، هيجي لك كل حاجه، ولكن فعلا اهم حاجه في مشوارك في شغل اليوتيوب هو اللي انت تعمل اللي انت بتحبه عشان تقدر تكمله. صح قوي. هو في برونز؟ لا، في السيلفر اللي هو ده عند المئة ألف، المئة ألف، وفي الجولد اللي هو الذهب اللي هو عند المليون، وفي بقى العشرة مليون اللي هو الألماز. الألماز يا عيني، يا عيني بقى على الجواهر. لو عندي عايز تقول حاجة للناس، عايز تقول حاجة للناس اللي بيتفرجوا عليك، الناس اللي بتفرج عليا بس اشترك عند الشخص ده. لا لا بجد بجد، الناس بتفرج عليا. أنا أول مرة شفت الراجل ده كنت كان تقريبا كان عنده كام سبسكرايبر ساعتها ما فهمتك، 200 300 500 حاجه كده. هو انت بعت لي، انا في انت بعت لي ميل، بعت لك ميل انا قلت افتكرته سبام ورديت انا انا افتكرته سبام، وبعد كده في حد بعت لي قال لي ان انت لما يجي لك ميل من حد من يوتيوبر خلي بالك ده ممكن يكون سبام. فجالي الايميل، انا اصلا ده لو اوف اتراكشن برضو لو عندي، طلع قدامي في هو بيوتيوب ابن كلب، طلع قدامي في الجنب، فروحت دايس عليه وقعدت اتفرج. خلاص كان في دماغي ان انا يعني الشخص ده هعمل معاه حاجه، هكلمه هنتقابل، عشان انا دايما انا اصلا بستغل البيج ان انا اقابل الناس واتعرف عليهم. فعلا انا بعمل كده اكيد انت خدت بالك. لقيت الميل جه قلت يا نهار اسود مستحيل يكون له اتراكشن، ده اكيد سبام. بس رديت ده الكلام ده فعلا كان عندي مثلا كان 600 سبسكرايبر تقريبا حاجه كده، واتقابلنا في الوقت المناسب. انت عارفين يا جماعه من ساعه الميل ده انا بصراحه ما ليه التصويت ده احنا هنا ده مفيش حاجه جايه جوه اصلا، ده احنا بس اهو. تعالى بص تعالى بص ممكن تعالى بص لا تعالى بص على الشاشه مش حد باين جوه. طب ممكن دقيقه وهخلصها، هنقفل بس الحته دي وعد، دقيقه وهيتقفل حالا. على فكره انا مش فاهمها اصلا عشان كنت بصف كل حته في السيرفر وكان شغال، احنا مش عايزين نغلس. فاحنا اتقابلنا في الوقت المناسب عامه، وانا بجد فعلا فعلا والله العظيم مبسوط ان انا قابلتك. انت بتعليني. لا لا اصل انا مش بقول دايما، كنت بقولها لاي حد، الكريدت بتاعك لازم تاخده، ولو حد ما ادهولكش يبقى عنده مشاكل، لازم الكريدت بتاعك تاخده. انت بص يا جماعه بصراحه كده بغض النظر ان انا جاي عشان الراجل ده صاحبي، انا جاي عشان انا بتعور كل مره بحلق، فاللي هو ايه انا جاي اسال هنتكلم في الاسرار دي بقى لما نقفل الفيديو. بص اكتبه بطريقتك انت بتكتبه. خلاص شكرا، شفت الفيديو اتاكد انك تدوس لايك وتشترك في قناه شعراوي، تشترك في قناتي هتلاقي القنوات من الدوريه الموجوده في مكان ما على الشاشه، واشوفكم في الفيديو. عارف حركتي؟ عارف حركتي في الاخر؟ اشوفكم في الفيديو اللي جاي. يلا اعملوا لا تاني واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام. 알아 يا حب. صح والله عندك حق، عامه بعد ابص حواليا اساسا. قصدك عشان قلق يعني، عشان لو شافوني بصور يعني يبقى قلق. طب بقول لك ايه، ممكن تيجي ثانيه؟ بص عايزك ثانيه تيجي هنا تبص. عايز تعمل ايه؟ انا عايزك تطلع في الفيديو عشان اشكرك ان انت يعني قلقان ان انا ممكن حد. اسمك ايه؟ مصطفى. وانا شعراوي. اهلا بيك. عندي قناه على يوتيوب اسمها محمد شعراوي. محمد شعراوي يعني هتبسط قوي لو اتفرجت على الفيديوهات، ولو ما عجبتكش تقول لي، بقول لك ايه فيديوهاتك وحشه انا ندمان ان انا شفتها. لا طبعا دي فرصه سعيده جدا، انت ممكن تديني اللينك بتاعك. طيب هطلع بس الشوب. والله الفيديو اولا نور بيك وشكرا ان انت يعني ايه يعني خايف عليا يعني. سلام يا حب، حبيبي فرصه سعيده قوي. عايز تخش الجريد كام ممكن ادخلك؟ لا 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 شكرا. سلام يا حب.
اجمل حاجه في العالم، اجمل حاجه في العالم الناس اللي الواحد بيقابلهم من الفيديوهات. طبعا زي ما شفتوا انا قابلت يوسف فعلا، يعني اولا طبعا يعني لذيذ قوي فعلا، وبتبقى حلوه لما الواحد يشوف الناس يعني بعيد عن اليوتيوب وكده او بعيد عن الشانل بتاعته عشان بتعرفه بطريقه شخصيه. هو عامه هو عنده 21 سنه وعمل حاجه ناس كتير قوي نفسها تعملها، وهم يعني يا اما قد او اصغر منه او اكبر منه ومش عارفين يعملوها. فيوسف انسبيريشن او الهام ليا انا شخصيا. هقعد اتخيل اليوم ده لحد ما اوصل للدرع يا يوسف. Give me kisses and shake.